بسم الله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى. الآن في ذكر آيتين أخرين، فالأولى نحن اللي فعلا نؤمن بالله ونؤمن بالحساب، يوم الحساب نؤمن 100%. شو أنا من ربي من المسلم ما يقول وما قرر وما أعد لنا أو ضد أعدائنا نأمنوا. خيرتهم كعدوا لي عملت فيها متحن، كذبت عليها واتهمتني باطلا وحاكمتني محاكمة تمثيليات وباطل وشهداء، شهداء اللئام اللي أكثر من كسب الآثام، وبعد تحب تتعدى وكاوم أرحام تدفع وأرهم تبلع. أقعد واصل 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 بالتمثيل هذا، خاطر هي سلاح شيطاني باش يقضي عليك، يقول لك ما درناش عاملين فيك ما مش محاسبة، يعني ما مش بعد. وليقولوه الأنبياء عليهم السلام وأساطير الأولين The Tales of Ancient، يقول ربي في شأن المؤمنين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم الجزاء الأوفى إنما يوفى الصابرون أجرهم غير حساب. وأهل الله يجزيهم ربي ولا يحرمهم من أي جزاء يكون فيه مصلحة لهم. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالإيمان مقرون بعمل الصالحات، صدير لزبر بي، وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق مبشرة، أولئك لهم مغفرة صدير لفردون طوطال ديما ورزق كريم صدير من بروفيزيون نوبل من كما ديراج ان سالير الاكسترام يلي الفي، والسلام على من اسلم امره للسلام سبحانه وتعالى.